خطرت في بالك فكرة لمشروع بيئي ممكن يساعدنا في حل قضايا بيئتنا؟ جبنا لكم فرصة تكون فكرتك حقيقية. برنامج سفراء نماء يتيح لك الفرصة تشارك وتساهم معنا في هذه المجالات: الطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك الكهرباء، إعادة التدوير، تقليل الانبعاثات الكربونية، التنمية المستدامة. كل اللي عليك تسويه تزور حساباتنا على تويتر وإنستغرام، وراح تحصل رابط تسجيل مشروعك. التسجيل مستمر حتى 31 يوليو 2018، وهو متاح كأفراد أو مجموعات لكل طلاب الكليات والجامعات بالسلطنة. جوائز تكريم قيمة للفائزين المتأهلين بعد مرحلة تنفيذ المشاريع. شاركنا في هاشتاج عشان بيئتنا. نماء لرخاء يدوم.